الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على رياض الصالحين للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي محيي الدين، ووصلنا إلى الحديث 47، حديث معاذ عن أنس رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث معاذ عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة. الحديث، هذا الحديث فيه قوله كظم غيظا، أي تجرع الغيظ واحتمل سببه وصبر عليه. هذا الحديث فيه الحث على كظم الغيظ، وقد أثنى الله تبارك وتعالى على المؤمن الذي يكظم غيظه، وجعل أهل كظم الغيظ من أصحاب المنزلة العالية عنده سبحانه وتعالى في قوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالذي يكظم الغيظ ولا يمضي سببه هو من خلص المؤمنين، وهو من المحسنين. هذا الحديث فيه عظم أجر كظم الغيظ يوم القيامة، فالله عز وجل يكرم من كظم الغيظ في الدنيا يكرمه يوم القيامة بأن يناديه ويدعوه سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق، يعني في موضع يشهده الخلق جميعا، ثم جعل له من الفضل أنه يخير من الحور العين ما شاء وهذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى في باب الصبر، وهذا الصبر الذي في هذا الحديث هو الصبر على أذى الناس مع المقدرة على دفعه ومعاملتهم بالمثل. من صبر على أذى الناس ولم يعاملهم بمقتضى أذاهم وكظم غيظه آجره الله تبارك وتعالى يوم القيامة أجرا عظيما. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم يدعوه الله عز وجل على رؤوس الخلائق، هذا فيه محفز على كظم الغيظ. المؤمن لا يكظم غيظه إلا إذا علم أنه بكظم غيظه يجد أجرا عظيما ويجد ثوابا جزيلا من الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فحثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يكظم غيظه، وأعلمه بما له من الأجر العظيم يوم القيامة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى:
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا، أي ردد مرارا أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كل مرة أوصني، فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تغضب. هذا الحديث فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من طلب النصيحة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من طلب النصيحة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واختلفت إجابات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من طلب منه النصيحة، فبعضهم أمره أن لا يغضب، وبعضهم أمره أن لا يزال لسانه رطبا بذكر الله، وبعضهم أمره بقوله قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا الاختلاف في وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه لاختلاف من طلب النصيحة منه والوصية. والنبي عليه الصلاة والسلام يوصي كل واحد بما يناسبه، فهذا يناسبه ترك الغضب، وذاك يناسبه الإكثار من ذكر الله عز وجل، وذاك يناسبه التمسك بأصل الديانة مع الاستقامة والسيرة الحسنة. فاختلاف السائلين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنتج اختلاف الإجابة منه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث فيه أن الوصية بترك الغضب من الوصايا العظيمة، وهذا يفهم من تكرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله لا تغضب، مع طلب هذا الصحابي للوصية مرة بعد مرة. فلو رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصيحة أعظم من وصيته له بترك الغضب لنصحه بها، فهذا يدل على أن الوصية بترك الغضب وصية عظيمة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تغضب، يدخل فيه أمران. الأمر الأول أي تجنب أسباب الغضب، فكل ما يكون سببا للغضب فالإنسان مأمور أن يبتعد عنه. والأمر الآخر أن يكظم غضبه إذا أغضب، وألا ينفذ مقتضى غضبه. أن يكظم، يعني الإنسان يدفع أسباب الغضب، فإن لم يستطع دفع أسباب الغضب فأغضب وغضب لصنيع مسلم آخر، فإنه يكظم غضبه ولا يظهره، ويدفع ما كان سينفذه إذا غضب. يعني هو لما غضب قال والله لا أعطيك، فيعطيه ولا يترك الفعل لأجل الغضب، ولا يفعل لأجل غضبه. فهذا كله يدخل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تغضب. وفيه أيضا هذا الحديث عظم مفسدة الغضب وما ينشأ عنه، عظم مفسدة الغضب وما ينشأ عنه. وقوله لا تغضب هذا يراد به الغضب في الأمور الدنيوية، أما إذا انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى فغضب لانتهاك حرمات الله عز وجل، فهذا غضب محمود يحبه الله تبارك وتعالى، يحبه الله عز وجل. ولو انتهكت
حرمات الله تبارك وتعالى ولم يغضب المؤمن لأجل ذلك، فهذا دليل على خلو قلبه من تعظيم الله تبارك وتعالى. يعني إنسان يرى حرمات الله تبارك وتعالى تنتهك ودينه يخالف ومع ذلك لا يغضب لأجل ذلك، فهذا يدل على خلو قلبه من تعظيم الله تبارك وتعالى، على خلو قلبه من تعظيم الله عز وجل. أعاذنا الله من هذه الحال. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن حتى والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. هذا الحديث فيه أن المؤمن معرض للابتلاء، ولا يخلو مؤمن ولا مؤمنة من الاختبار والامتحان والابتلاء. هذا الحديث فيه أن البلاء لا يكون في المؤمن فقط، بل يتعداه إلى نفسه وأهله وماله. وفيه أيضا بشارة للمؤمن المبتلى، بشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يزال به البلاء حتى يتنقى في هذه الحياة الدنيا ويلقى الله عز وجل بغير خطيئة. وهذه البشارة هي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملازمة لذكر البلاء. وتأمل قول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين. فالمؤمن المبتلى له بشارة بعظم أجره عند الله تبارك وتعالى. هذا الحديث فيه أن الصبر على البلاء مكانته عظيمة، وهذا سبب إيراد المصنف له في هذا الموضع. فالمؤمن إذا صبر على البلاء النازل عليه فإنه يلقى الله تبارك وتعالى بغير خطيئة. وفيه أن البلاء ينفع العبد إما بتكفير خطاياه وإما برفع درجته عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر. فلما دخل قال: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى همنا أن يوقع به. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه، وفيه قصة عيينة ابن حصن مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قوله من النفر
وكان من النفر. النفر كلمة جنس تطلق على ما دون العشرة من الرجال، اسم جنس يطلق على ما دون العشرة من الرجال. وقيل أن النفر من ثلاثة إلى تسعة، من ثلاثة إلى تسعة. قوله وكان القراء أصحاب مجلس عمر، القراء هم العلماء العباد، القراء في كلام السلف هم العلماء وأصحاب العبادة. قوله أصحاب مجلس عمر يعني الملازمين لمجلسه، فالصاحب هو المجالس في كلام العرب وفي كلام الشرع. قوله يا ابن أخي، قال كهولا كانوا أو شبا أو شبانا، الكهل أصح ما قال في قيل في الكهل هو من زاد على الثلاثين من الرجال، يعني مثل أخينا عز الدين هذا كهل. فكل من زاد على الثلاثين، إبراهيم كامل عز الدين الناصر، فهؤلاء كهول. قول الحر، قول عيينة لابن أخيه لك وجه يعني لك جاه ومنزلة ومكانة عند عمر رضي الله عنه، لك جاه ومنزلة ومكانة عند عمر رضي الله عنه. قول الحر لعمر رضي الله، قول عيينة لعمر ما تعطينا الجزل، الجزل هو العطاء الكثير، هو العطاء الكثير. قوله وكان عمر وقافا عند كتاب الله، أي ممتثلا لأحكام كتاب الله عز وجل لا يتجاوزها. هذا الحديث فيه منزلة أهل القرآن ومنزلة العلماء عند الأمراء في العهد الأول، منزلة العلماء عند الحكام في الزمان الأول، كانت مجالس الحكام مملوءة بأهل العلم، وكانوا لا يقربون لهم إلا أهل العلم. هذا الحديث فيه حث الحكام أن يتخذوا بطانة من أهل العلم لإزداء النصيحة لهم وتقويمهم فيما بينهم وبينهم. هذا الحديث فيه منقبة عظيمة للحر ابن قيس رضي الله عنه، وفيه منقبة أعظم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالحر لرأيه السديد ولنصيحته لعمر رضي الله عنه هذه النصيحة، وعمر رضي الله عنه لامتثاله هذه النصيحة بعد غضبه. هذا الرجل أثار عمر رضي الله عنه وأغضبه، فلما سمع عمر رضي الله عنه كلام الله تبارك وتعالى والخطاب الإلهي لم يتجاوز ذلك، لذلك وصفه بقوله وكان وقافا عند كتاب الله. هذا الحديث فيه استحباب صبر الإمام على الرعية، وأنه يصبر عليهم وإن أتوا بما يضايقه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا الحديث أولا فيه علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ستجدون بعدي أثرة، يعني استئثار الحكام بما للمحكومين من أمور الدنيا، يستأثرون بالدنيا ولهم من الدنيا ما ليس للمحكومين. وأمور تنكرونها، أي أن الحكام سيخالفون كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقع كما أخبر، يعني كون الحكام يستأثرون بالدنيا وكون الحكام يخطئون فيخالفون المنصوص عليه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ذكرناه مرارا أن صدق أخباره صلى الله عليه وسلم ما تزيد المؤمن إلا تمسكا بكلامه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه الحث على الصبر على جور السلطان، وفيه أن الحاكم الذي يخالف كتاب الله ويستأثر بالدنيا لا ينزع المؤمن يده عن طاعته. ومسألة نزع اليد عن الطاعة هذه محسومة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو المنهج الشرعي في التعامل مع الحاكم الذي يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنه لا ينزع المؤمن يدا عن طاعة ما لم يكفر الحاكم كفرا بواحا مخرجا من الملة، يعني بما أن الحاكم مسلم ولم تكفره ولم تحكم عليه بالكفر الأكبر المخرج من الملة لا يجوز لك أن تخرج عليه أبدا. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر جور الحكام وأنهم سيبدلون ويغيرون قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أطيعوهم ما قاموا فيكم الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسمع والطاعة ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يعني هذا الأمر محسوم في الكتاب والسنة. لذلك لما خالف المسلمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيتم الذل والهوان الذي عاشه أهل الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حسم هذا الأمر في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حسم هذا الأمر في سنته. قال: لا تخرجوا على الحاكم الشرعي إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. طيب لو استأثروا بالدنيا وصارت الدنيا عندهم كما يقول الناس، حولوا الأموال كلها إلى ماليزيا وأندونيسيا وما شابه ذلك كما يزعمون، النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الخروج. لماذا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج؟ هل يقر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الباطل؟ لا، لعظم مفسدة الخروج على الحاكم المسلم. هذه المفسدة لما كانت مفسدة عظيمة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باحتمال ما دونها من المفاسد. لذلك كل من نزع يدا عن طاعة وفارق الجماعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمات فميتته جاهلية. الأمر ليس بالأمر الهين وليس بالأمر اليسير. وكثير من دعاة الباطل، يعني لما خرج الناس على الحاكم يخرجون للعامة والدهماء ويوافقونهم على ما هم عليه. إذا أردت أن يحبك العام والدهماء
اطعن لهم في الحكام مباشرة. العامة لا يخد يعني يحبون هذا التخدير، يحبون أن تطعن لهم في الحكام. وإذا رأوا الداعية، لا نقول العالم لأن العالم ينضبط بالكتاب والسنة، والذي يخرج ويأمر الناس بالخروج على الحكام هذا مبتدع، والمبتدع وإن حصل علما فليس بعالم على الحقيقة. فهؤلاء الذين يزينون للناس الخروج على الحكام يحبهم العامة، ويظنون أنهم ما فعلوا ذلك إلا لأنهم لا يخافون من الحكام وما شابه ذلك. وهؤلاء خدعة، لو كانوا يمتثلون إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتحاكموا إلى النصوص الكثيرة الموجودة في الصحاح، هذه الأحاديث المتوافرة المتواترة التي بلغت مبلغا عظيما في السمع والطاعة للحاكم المسلم الظالم. كان الحري بهؤلاء المنتسبين إلى العلم أن يخرجوها للعامة، وأن يخبروهم بها، وأن يعلموهم أن هذا الخروج لا يجوز في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل شواهد التاريخ دالة على أن الخروج على الحاكم المسلم فيه من المفاسد ما فيه. والذي ينظر إلى التاريخ ينظر ما فعله الحجاج في زمانه بمن خرج عليه، والمأساة التي حصلت لأهل المدينة وأهل بغداد وغيرهم ممن نزع يدا عن الطاعة، ماتوا وزين لهم من زين من دعاة الضلالة الخروج فندموا بعد ذلك. وهذا كله مكتوب مزبور في الكتب. لذلك لما جاء الناس إلى الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يرى أن ما يدعو إليه الحكام في زمانه كفر أكبر مخرج من الملة، جاءه علماء بغداد فقالوا الخروج يا إمام، قال دماء المسلمين. أراد أن يعلمهم أن ما عليه الحكام ذنب عظيم، لكن المفسد العظمى أن ينزع الناس اليد من الطاعة، والمفسد هي أن تراق دماء المسلمين، أريقة الدماء. هؤلاء علماء الضلالة لا يهمهم كم يراق من الدماء، لا يهمهم كم يموت من المسلمين. وإذا خرج الناس على الحكام، هؤلاء الدعاة الضلالة تجدهم أبعد الناس عن الخروج، يدخلون إلى كهوفهم ثم يخرجون ليجنوا ثمرات هذا الخروج المبارك، ويأمرونهم ثوروا أخرجوا، يخرج العامة والدهماء، يموت الناس، ثم يأتي علماء الضلالة فيجنون ثمار هذا الخروج، إما ثمار في الدنيا مناصب دنيوية أو أموال. المهم هذا الأمر محسوم، ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام اصبروا اصبروا. هذا الصبر قد يقول قائل، قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لما قالوا فما تأمرنا، قال تؤدون الحق الذي عليكم، تؤدون الحق الذي عليكم. الحق الذي علينا ما هو؟ السمع والطاعة لولاة المسلمين الظلمة. وسلوا الله الذي لكم، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وسلوا الحكام الذي لكم، لأننا إذا سألنا الحكام الذي لنا وطالبناهم بما لنا من حقوق ستحصل المفسدة. لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نرفع أيدينا إلى الله تبارك وتعالى. لذلك الحسن البصري كان يقول للناس في زمانه الحجاج عذاب الله، وارفعوا عذاب الله عنكم بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذه معادلة لا تنخرم، إذا ظلم الحاكم ظلم الإمام فإننا لا ننازعه ولا نخرج عليه ولا ننزع يدا من طاعة، وإنما نؤدي السمع والطاعة ونسأل الله تبارك وتعالى الذي لنا. وفي حديث في رواية أخرى من روايات هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اصبروا. قد يقول قائل نصبر إلى متى؟ وعلماء الضلالة يعني يغلفون لك هذا الباطل. الإسلام لم يدعو إلى الذل، وإلى متى نعيش في الذل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال اصبروا اصبروا. قد يقول قائل إلى متى؟ قال حتى تلقوني عند الحوض، يعني تموت على السنة حتى تلقى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لا تغير ولا تبدل حتى تلقى الله تبارك وتعالى. هذا هو المنهج الشرعي، ما قال لك اصبر
حتى يكون لك قوة وتكون جماعة، جماعات يعني بعضهم ينشئ جماعات من المنتسب إلى السنة، يقول لك جماعات الضغط على الحاكم، هذه كلها بلايا وهذه كلها باطلة. المنهج الشرعي في التعامل مع الحاكم هو أن تصبر على خطئه وأن تناصحه فيما بينك وبينه، لا بد من أن تناصحه وأن تصل إليه، إن تعذر لك أن تصل إليه رفع الله عز وجل عنك التكليف. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي يحيى وسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي يحيى وسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الحديث فيه أنه لا يجوز طلب الولاية، سيأتي باب كامل في هذا الباب أنه لا يجوز طلب الولاية والأمارة، ومن طلبها فإنه لا يعطاها. لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمارة لأنه طلبها. هذا الحديث فيه أيضا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه وجوب الصبر على الحاكم الظالم، وفيه أن هذا الصبر لا حد له حتى تنتقل هذه الروح إلى الله والدار الآخرة، حتى تنتقل هذه الروح إلى الله والدار الآخرة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو وانتظر حتى إذا مالت الشمس فقام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه، وبالله التوفيق. ثم ختم هذا الباب بحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بعض أيامه التي لقي فيها العدو الحديث. هذا الحديث فيه الحث على الاستعداد، على الاستعداد للجهاد في سبيل الله، وفيه استحباب الدعاء في حال الكرب. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيد من الله تبارك وتعالى، يمده الله عز وجل بمدد من عنده بآلاف الملائكة، ومع ذلك يرفع يديه: اللهم يا مجري السحاب وهازم الأحزاب أهزمهم. ففيه استحباب الدعاء في حال الكرب العظيم، وفيه رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه وبأمته عليه الصلاة والسلام، وفيه أن الإنسان لا يعتمد على قوته الظاهرة، وإنما يفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى، فلا يعجب بقوة أو بقوة ظاهرة، ويعلم تمام العلم أن النصر ما هو إلا من عند الله عز وجل. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من المتواتر في سيرته، أنه كان إذا أراد أن يدخل القتال لجأ إلى الله عز وجل، وضع الله تبارك وتعالى، حتى أنه في غزوة بدر أشفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، وقال: يا رسول الله، سيعطيك الله عز وجل ما وعدك، أو سينجزك الله ما وعدك. كان عليه الصلاة والسلام يكثر من سؤال الله عز وجل، وينطرح بين يديه، وكان يسأله ويكثر من سؤاله عند لقاء العدو. هذا الحديث فيه الحث على الصبر عند لقاء العدو، و
وفيه استحباب وصية المقاتلين ما فيه صلاح أمر دينهم ودنياهم. لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا. وفيه أن الله عز وجل اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، لذلك قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا القتال وهذه المقاتلة في سبيل الله تبارك وتعالى ما أجرها عند الله عز وجل؟ أجرها الجنة. لما سمع بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبشروا بجنة عرضها السماوات والأرض، وهذا لمن يموت في سبيل الله، قال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض وكان يأكل تمرات؟ قال: بلى. قال: والله لئن بقيت لأن آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، فقاتل حتى قتل. فعظم الأجر وعظم الجزاء الذي يخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يحث فيه الحث على الجهاد في سبيل الله عز وجل، والحث على طاعة الله تبارك وتعالى. وفيه النهي عن تمني لقاء العدو. الإنسان لا يتمنى أن يلقى العدو، لأن الإنسان لا يعلم هل يثبت أو لا يثبت، فيسأل الله عز وجل العافية دوما والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. لكن إذا لقيت العدو فالواجب عليك أن تثبت وألا تتزحزح ولا تتزعزع. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.